أول رسائل هذه الحلقة من المستمع حمود النزيلي من اليمن، يقول في سؤاله الأول ضمن عدد من الأسئلة: يوجد جوار بيتي قبور يمشي عليها الناس وخاصة بالسيارات، هل أنا آثم إذا تركتهم يمشون عليها وهم متساهلون في ذلك؟ وما وبماذا توجهونني؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بعد، فإن القبور لها حرمتها، لا يجوز امتهانها، تطرق من فوقها أو الجلوس عليها، أي ذلك من أنواع الإهانة. والواجب تسويرها بسور يمنع من تطرق من فوقها، إما أن تحتسب وتسويرها أنت، وإما أن ترفع للجهة المختصة لديكم لعمل ما يجب نحو هذه المقبرة، ولا تترك تمتهن. عليك أن تسعى في تسويرها وصيانتها بأي وسيلة ممكنة، ولك الأجر في ذلك إن شاء الله.